شنو كيعرفوا المغاربة على العلاقات المغربية الموريتانية؟ كان سؤالنا اليوم في ميكو توتوار 24. خليكم معنا. العلاقات الموريتانية المغربية الحمد لله ما كاين حتى شي مشاكل بيناتنا وبينهم، هنا هما خوتنا وحنا خوتهم، علاقة إيجابية من شحال هذه؟ العلاقة مزيانة ما بين المغرب والموريتانيا. ما كاينش عندنا مشاكل، يعني علاقات أخوية. علاقات جيدة وموروثة أبعا جد، ولكن تدهورت بسبب هذه التصريحات الأخيرة. هاد المشاكل دابا اللي حاليا هي متداولة وعابرة إن شاء الله، ما غادي حتى شي حاجة على سكان الموريتانيا ولا المغاربة. بارابور داكشي اللي قرينا أن كانت دولة وحدة، يعني كانت بين المغرب وموريتانيا. الشيء اللي كنت عارف مزيانه، واخا دابا شويه ديال الوشوشه دي نواج غيوم. كتربط واحد علاقه اخوه وعلاقه تعاون، خاصه ان المغرب هاد مؤخرا بدا كيربط كيطلق الجذور ديالو في افريقيا، وخصوصا موريتانيا. موريتانيا الجاره ديالنا، من اقرب الناس اللي في افريقيا لينا. من بعد الاستقلال حتى دابا كانت علاقه جيده، غير في هاد السنوات الاخيره كاين واحد التشنج، والتشنج واقيلا راجع للجزائر. الجزائر اللي كتلعب واحد الدور باغات ما باغاش المغرب يدخل الاتحاد الافريقي. الصداع اللي ما دابا كنظن انه امر كان خصنا نتجاوزوه، ماشي خصنا نبقاو واقفين عليه ونجبدوا هاد المشاكل. الاتصال الهاتفي اللي كان بين سيدنا نصره الله وبين الرئيس الموريتاني، تنظن بان العلاقات غترجع للمياه الى مجاريها. العلاقه ما بين المغرب وبلاد اجنبيه هادشي راه مزيان لينا ومزيان لهم، هما يقدروا يستافدوا منهم ويستافدوا منا. نتمنوا العلاقه تحسن من هنا لقدام، لا مع الجزائر ولا مع موريتانيا. بغينا حنايا واحد الصف العربي يكون قوي والاتحاد المغاربي يكون قوي باش نتقواو حتى حنايا.